كل ما يتم الحديث عنه خلال هذا المؤتمر من أشكال دعم الأسرى والتضامن مع قضيتهم لم تكن لتقنع المحامي وائل أبو نعمة. أين دور السلطة الفلسطينية؟ أين دور منظمة التحرير الفلسطينية؟ أين الصوت؟ عندما يأتي مسؤول أوروبي أو أمريكي إلى إسرائيل والد جلعاد شليط يكون في بداية الاجتماع. عندما يأتي مسؤول أوروبي أو أمريكي إلى رام الله لا نرى أي من أقارب أي أسير فلسطيني. أبو نعمة ينتقد بشدة ضعف الدعم للأسرى وذويهم، ويتحدث عن تقصير واضح من المؤسسات الرسمية في الحديث عن همومهم ومعاناتهم، وبرأيه فإن موضوع الأسرى لم يعد أولوية لدى صناع القرار. تفاجأت للأسف أنه هذا المؤتمر مثل بقية المؤتمرات هي مجرد استماع لكلمات لا تغني ولا تسمن من جوع. أنا كنت جاي على المؤتمر وعندي أمل أنه يكون في عندي خطة عمل، يعني رح أسمع خطة عمل من الأشخاص القائمين على هذا المؤتمر يعطونا خطوات عملية مشان نعرف كيف أنه إحنا نتصرف ونرتقي بوضع الأسرى المرضى. طبعا لأنه سياسيا للأسف في عنا تقصير من جانب القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي المؤتمر الذي عقده مركز حريات حول أوضاع الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية برز حجم المشكلة، فلم يحظى المؤتمر بالمستوى المتوقع من المشاركة سواء من الجهات الرسمية أو الشعبية أو ممثلي الفصائل على اختلافها. أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، الأحزاب والحركات السياسية التي أغفلت ما هذا الملف الوطني الهام، هذه الهجمة لن تثني الحركة الأسيرة بل ستزيدها قوة وتصميما وإرادة وتحديا لإفشال هذه القرارات. وبالرغم أن الظروف التي يعيشها الأسرى وبخاصة الإهمال الطبي تنذر بخطر أكبر، غير أن ذلك لم يكن ليحرك المؤسسات الحقوقية الدولية التي ما فتئت تنادي بإطلاق سراح جلعاد شليط متناسية آهات آلاف الأسرى في قبور الأحياء. السؤال ما هو دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ وهو أنه أوافق أن هناك مسؤولية كبيرة وأولى على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسؤالك نحن كمؤسسات ومجتمع مدني وقيادي سياسي أيضا وسلطة فلسطينية، ما هو دورنا في الضغط على الصليب الأحمر؟ وقد طالب المؤتمر الأحزاب السياسية بمنح الأولوية لوضع الأسرى ورسم استراتيجية لتدويل قضيتهم وفضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس.